يلا العب اقوى يلا حلوة العب على فوق على فوق على فوق على فوق اول ما بدينا بدينا من الفرجان لكن بالعزيمه والاصرار تغير المكان والزمان شكلنا فريق مبتدئ لكن مع التدريب اصبح فريقنا الاول وصار فوزنا مو غريب نجري نلعب في الملعب الخصم وقف يتعب ما تهمنا قوه الخصم الفوز علينا ما يصعب الشجاعه والنزاهه والروح الرياضيه تتحقق اهدافنا ونكسب نحن الامنيه جمهورنا يشجعنا نسعى نحن رفع الراس نسعى ظل جمهور نسعى لرفع الكاس ما استسلمنا وبالعزيمه والاصرار حققنا النجاح تدريبنا كان شاق تدريب ليل وصباح رفعنا شعارنا فوق والكل هتف بسمنا شوي شوي حبة حبة لين وصلنا للقمة حطينا شعارنا فوق ورسمنا أحلى رسمة الشباب أبطال يسمونهم عيال التمبة هشي وقته؟ هشي وقته؟ ما لقيت تتعطلي إلا هشي؟ باقي شوية ونوصل وحضرتك قاعد يعني ومنبطح ولا بتعمل أي حاجة؟ أنزل أدفع معي العربية يا كديس يا تعبان ياو عد هذه حالة ما حد يعرف يرتاح في الفريج أوقفي أوقفي يا عربية أوقفي بالله عليك ما تخليني وتروحي يا أبو سريدة هقولك فريق التنبه ما بيتعدى الوضع لازم نشوف حل يا أبو سعيد لهلول موجودة بس تدري التغيير يبي له فلوس لازم كل التجار في الفريج يساهمون ويدفعون بناخذ قطية من تجار الفريج اريريريري بابا هذا شنو شنو قطو قطو قطية انا ما في دفع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مين فيكم ابو سعيد انا ابو سعيد معك مسرور المندوب الرسمي والمستشار الفني والإداري والرئيس التنفيذي لمؤسسة أم الرهش عامر إيش عندك يا أخ مسرور؟ اعترف اعترف يا أبو سعيد أحسن لك اعترف علشان أخفف عليك العقوبة صدقيني يا أبو سعيد ما أعرف ما أعرف من هي هذه أم الرهش يعني مصر على الإنكار بنشوف يا أبو سعيد بنشوف بتم محجوز 4 أيام على ذمة التحقيق ماما أنا ما في معلوم أنا في مظلومة وأنا بعد بريء ومظلوم اعترفوا وأحسن لكم ترى أبو سعيد اعترف بكل شيء نعترف بشنه قال إنكم أنتوا الاثنين شهود على زواجه من أم الرهش لا 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 ماما أنا ما في شهودة تكلم يا زندقي تكلم أنا بحميك ولا تخاف انت مواطن لك حقوقك ماما انت يبي كلام السيدة هذا ام الرحشة هذا سير الزوجة مال ابو سعيد يا ويلك يا ابو سعيد يا ويلك مني للأسف يا ام سعيد ما في شي في جوجل مكتوب عن ام الرحش دور عدل يا بلال شوف اسأل جيران جوجل يمكن أحد من جيران جوجل يعرف شيء عن أم الرهش دورت ما في شيء جوجل ما يعرفها بلال اتهقى هاي اللي اسمه جوجل يعرف بو سعيد ويمكن يقعدون مع بعض على القهوة أكيد هاي جوجل يعرف بو سعيد ويبي يستر عليه أقول بتروح معنا أم سعيد إيه بتروح معنا هذه أم الدواهي لازم تروح وتعرف سالفة أم الرهش إيه بروح معاكم إيه لازم تروحي معانا يا أبو سعيد إيه أشوف حبيبة القلب للحين ما طرشت لكم السيارة هذه السيارة وصلت شو السالفة يا جسوم ما أدري يا فلاح شن أبو سعيد بيسوي اللي في راسه وبيبيع نادي التنبة أكيد الأخبار عند زندقي حرام عليك يا أبو سعيد ما أخترك بموت شيلي هالكيس تبينا أشيل الكيس علشان تقز في أم الرهش يا أمو سعيد خفي على الريال ترى أبو سعيد رئيس نادي التنبه ولهيبته قدام الناس بو سنيدة خلك في حالك هاي ريلي وأنا أبي أحافظ على أملاكي الخاصة أنا أم الرهش وين بو سعيد رئيس نادي التنبه أنا موجود هاي بو سعيد
بس مغطي راسه. ريلي يستحي يشوف حريم. أنا أم الرهش بزنس ومن، يعني امرأة أعمال، وعندي مشاريع واستثمارات كثيرة. أقول حجية دشي بالموضوع على طول قبل لا يختنق الريال ويفطس. أنا مو هبو مطولة عليكم، أنا جايبتك يا أبو سعيد عشان نعرض عليك عرض. إيش بتعرضين عليه؟ بتعرضين عليه الزواج؟ أي زواج يا أبو سعيد؟ أنا أبي أعرض عليكم إني أدفع لكم فلوس، فلوس حق فريق التنبة. صج؟ كم بتدفعين؟ يا أبو سعيد السالفة ما تستاهل كل هالتفكير. أنت تدري إن النادي ظروفه المادية صعبة، وهالعرض اللي قدمته لنا أم الرهش يفي وقته. فيتو يا أم سعيد، يا أم سعيد اسحبي فيتوك، ترى هذه فرصة ما تتعوض. إيه عاد الكلام بسنيدة، أنت صجلك الحق باستخدام الفيتو، لكن هالفيتو ما في مصلحة النادي. خلاص بسحب الفيتو، بس بشرط. أولاً لازم يكون عندي تقرير مفصل ومعتمد من مجلس الفريج عن هاي اللي اسمها أم الرهش. أعطني يومين، يومين بس وبيكون التقرير عندك. ثانياً لازم نعلم أهل الفريج ونخليهم يصوتون على هالقرار. موافقين. تفضل يا أبو سنيد، هذا ملف كامل ومفصل عن أم الرهش من أول ما نولدت لين أمس الساعة 12 مساء بالتوقيت المحلي. ما قصرت يا الراهي، كل هالمعلومات اللي بالملف حقيقية ويديدة توها طالعة، أم الرهش بنفسه ما تعرف هالمعلومات. كفو، أنا قلت ما حد غيرك يقدر على هالمهمات الصعبة. كل مهمة صعبة ولها سعرها. أكيد حقك محفوظ يا الراهي. عيل خل هالملف محفوظ عندي لين تجيب لي حقي المحفوظ عندك. أفا يا الراهي هالسوالف مهبين. يا أبو سنيد ترى كل ورقة بهالملف مكلفتني، أنت نذل وتدري شغل النذالة قام يكلف هالأيام. زين يا الراهي قوم تعال معي، خل نودي الملف حق أم سعيد وهي بتعطيك حقك. مقابل هالفلوس اللي بتدفعها أم الرهش بتصير هي الرئيس الفخري لنادي التنبة. ها إيش قلتوا؟ اللي معترض يتكلم أو يرفع يده. خلاص يا أبو سعيد كلهم موافقين، ما حد فيهم رفع يده ولا تكلم. كلنا موافقين يا أم الرهش، يلا خلنا نوقع العقد. زندقي وزع عصير على الناس. ريري أنا هذا كيف وزع عصيري؟ كلش النفرات ربط، هل يجي كلش هو سكر؟ إي صح، إي 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 خلاص وفروا علينا. مبروك عليكم أنا يا أبو سعيد. وسنيدة خلاص وقعنا، خلهم يصفقون. الحين صرت أنا رئيستكم، من اليوم بدينا عهد جديد، ويا ويلكم يا ويلكم إذا ما جبتوا الدوري هالسنة، لأصلحكم صلاح. مسرور؟ نعم يا مولاتي. من لم يمت بالسيف سيموت بالتفك. خلص وقت التدريب يا أم الرهش، صار لنا 10 ساعات نتدرب. أنا اللي أقول متى يخلص التدريب.